بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. طلابي يعطيكم ألف ألف عافية. حبيت أذكركم بس بموعد حصة التعبير إن شاء الله، راح تكون على قناتي على اليوتيوب اليوم الساعة 11 بشكل مباشر. قريت الكل يكون موجود جاهز ومستعد. بالنسبة لموضوع التعبير وحصة اليوم، راح أراعي فيها إن شاء الله جميع مستويات الطلاب، ضعيف متوسط قوي. نقدم مجموعة من النصائح اللي تفيد كل واحد من الطلبة بإذن الله تعالى. يا ريت تخبروا زملائكم وتبلغوهم عن هاي الحصة، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. رح نشرح إن شاء الله تصوير على دوسيتي. الطالب اللي موجود عنده دوسيتي يا ريت يكون مستعد وجاهز وفاتح هاي الدوسية، والطلبة اللي بيتابعوا معي على اليوتيوب ودوسيتي لحد الآن مش موجودة عندهم، بعد الفيديو إن شاء الله ببعث لكم أوراق PDF اللي هي أوراق التعبير اللي موجودة. ويعطيكم ألف ألف عافية. بإذن الله تعالى نلقاكم الساعة 11. السلام عليكم.